بسم الله الرحمن الرحيم. انا ما عنديش اي مشكله خالص مع فيلم حرب ايطاليا، يعني فيلم حرب ايطاليا بتركيبته العجيبه دي انا ما عنديش اي مشكله معاه. انا عندي بس مشكله في توجه الفيلم، يعني توجه الفيلم كان ان هو يبقى فيلم اكشن. انا رايي وجهه نظري ان الفيلم ده كان لازم يتعمل كفيلم كوميدي، بمعنى ان كل المواقف اللي حصلت لاحمد السقا دي كان المفروض تتعمل في اطار كوميدي، ان هي بتحصل بشكل عفوي او بتحصل بالصدفه، او ان هو سذاجته الشديده وعدم قدرته على الفهم هي اللي بتؤدي الى المواقف الكوميديه دي، زي مثلا افلام اسماعيل ياسين وافلام جيم كاري. ده كان يبقى المنطق الوحيد للفيلم ده. اما ان يبقى الفيلم المنطق بتاعه ان هو فيلم اكشن وفيلم فظائعي عجائبي رهيب عن بطولات ياسين تاج ياسين اللي هو بيشتغل محامي وبيروح يضحك على المافيا، فده كلام فارغ الحقيقه، لانه مبدئيا مش حد بيضحك على المافيا، يعني انت ما تقدرش تضحك على المافيا المصريه، يعني فما بالك بقى بالمافيا الايطاليه اللي هي بتحرك حكومات وبتاثر في العالم كله وبتوزع المخدرات في العالم كله يعني بتعمل مصايب سودا، يعني وليها ممثلين في كل الدول الاوروبيه ومتعاونه مع اجهزه وحاجات، يعني فازاي بقى ياسين تاج ياسين اللي هو بيشتغل محامي في مكتب محامي في مصر بيضحك على الناس دي؟ يعني هل الناس دي عبط مثلا؟ انا مش عارف الحقيقه، يعني هل هو ده المعنى المقصود؟ مشاهد الفيلم طبعا كلها مشاهد هزليه جدا، يعني المشهد اللي هو بتاع تصوير الفيديو مشهد كان لازم بقى المشاهد دي تتعمل في اطار كوميدي، ان هو يبقى فيلم لايك كوميدي ويبقى احمد السقا ولد لطيف ظريف من العيال اللي هي شباب الايام دي، يعني او ساعتها يعني في 2008 اللي هو حبيبته رايح يجيبها من بره وبتاع، وتبقى الدنيا ماشيه كده يعني، وبتحصل له مواقف كوميديه نتيجه لان هو مش عارف حاجه او ان هو مسافر بلد ما يعرفهاش، يعني يبقى الكوميديا مبنيه على عدم المعرفه وان هو دخل نفسه في قصه هي اكبر منه، بنفس المنطق بتاع فيلم مثلا حمله فريزر. يعني تعالى نتخيل ان فيلم حمله فريزر ده كان فيلم حقيقي وبجد كان هيبقى فيلم مش منطقي. فهو ده كان تصوري لفيلم حرب ايطاليا، انه فيلم حرب ايطاليا من وجهه نظري كان المفروض يبقى فيلم كوميدي. طبعا انا مش هعلق على المشاهد اللي كانت فيه، لكن هي طبعا كلها مشاهد يعني تنفع تتعمل في مسرحيه مدرسيه مثلا، تنفع تتعمل في مسرح الجامعه كبرضه حاجه كوميدي وكوميدي فرس يعني. وشكرا.